سمحة ونظيفة، الحمد لله خفيت وتحسن. بنت أختي عائشة، والحمد لله كانت في حالة أسوأ من كذا، والحمد لله توا حالتها تحسنت كثير يعني. ونشكر كل الطاقم الطبي والتمريض والدكتور هيثم بدوي اللي هو التوجيه لهذه المستشفى لإجراء العملية لبنت أختي، والحمد لله العملية تمام والإجراءات تمام، والمستشفى كانت مستشفى راقي كل إمكانيات يعني بدون استثناء. نشكر جميع المستشفى، أي سواء كانت كان تمريض أو دكتور أو إدارة، وإن شاء الله حتى كان بعد نرجع ليبيا إن شاء الله أن نشجع أي شخص ليبي أو خاطي حتى من ليبيا حتى من الدول العربية أن يتوجه لهذه المستشفى، لأن مستشفى إمكانياتها ما شاء الله، الله يبارك في النظافة وفي التنظيف في كل حاجة.